pressures. Yalla, mami, high pressures. Bâton, je crois, bâton, je comme un métal. وبعدين صاروا 8 وبعدين صاروا 10 وبعدين صاروا 20 وبعدين صاروا عشان ما تقدري يعني من قلب وين بدي احطه من الشارع هسا في 5-6 بالبيت قامت واحد بالفعل بيمسك حيوان بحضنه وبشوف قديش حنان وقديش حب بيجيك في اشي مش ليش احنا عايشين او اشي عشان ننبسط بجوز في ناس بروحهم مثلا بيشتروا شارلي وبنبسطوا فيها احنا ننبسط عم نشوف حيوان مرتاح بدينا بعشرين كلب ولا إشي يعني كان كلهم بركضوا ومبسوطين وصاروا 50 وصاروا 100 وصاروا 150 هسا 270 كلب على نفس المساحة ما فيش مجال يعني دائما ببدأ بالبيت عم بتجهز الأكل للكلاب يعني قبل يوم بالليل بطبخ 3-4 طناجر رز وصوبة بديرهم بكياس بهد لحمة أو إيش فينا بالثلاجة أمرات بلاقي جنب الباب في جيران حاطين بالكياس بواقي أكل بابي كل شيء بالسيارة ونيجي على المركز أول شغلة لازم تعميهم مشان يسكتوا وبعدين نبدأ نحط لهم مي وآخر شيء بعد ما نتميهم ونشربوا مي نصير ننظف الوسخ اللي عندنا يعني احنا فتحنا الملجأ خصوصاً عشان نجمع عدد أكبر عدد مهم ممكن من الحيوانات الضالة من الكلاب الضالة اللي بالشارع واللي بتتعذب كل يوم تقريباً زي طالبة منا محل آمن إلها يعني العدد بتزيد كل يوم والشغل بزيد علينا وأقول أنا كبيرة شوي بالعمر وصاحبتي كمان يعني وفي أنا مساعدة من شاب بس كأنه ما في أنا مصاري ندفع يعني لناس يساعدونا بدل الشغل علينا كله وتعب شوي بدنا نحاول كتير نخلي الناس يكونوا عندهم رفق بالحيوان بالكلاب بالبيساس بالعصافير يكون لهم رفق مع الطبيعة بشكل عام يعني هاي مشكلة السلوكيات إنا يعني سلوكيات خاطئة يفهموا عشان كل إشي اللي بالشارع إنا إلهم يعني مش البيت إلهم واللي برا البيت مش إلهم الحيوان الشجر كل إشي
طابع للوطن لإنا يعني لازم ندير بالنا عليه. حلمي يكون ملجا كبير وملجا يكون مخصص يعني أكثر للأصول معينة ويكون في هذا أقدر أترك وراي يعني يعني أكون مش عارفة الكلمة كمان أحكيها ما بطلعش مني يعني بعرفها بس ما بتطلع يعني هذا يمسك الملجأ وأنا مش موجودة يعني.